هاي، ازيك؟ عاملين ايه؟ وحشتني قوي. عارفه ان انا اتاخرت عليك. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. احلى فانز موجود معانا وعندي منا. معلش بقى، انا قلت ايه، هدخل اجلس عليها وهي بتعمل الفيديو. يلا اشتغل. الرخمة. ميرسي. احنا اشترينا الاسم ايه ده؟ جل جل نطرات الذهب. هو كول، احنا ما جربناهوش ولسه جديد، وبالتيكت بتاعه وقلنا نجربه انا وهي، ولو عجبنا نقول لكم بقى. انا وايمي لو سمحت. ايه انا وهي دي؟ اولا ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو والانتساب عند ايمي في القناه والاشتراك عند منا، عشان لسه جديده واحنا بندعموها. معلش يا جماعه، زي ما بقول لكم كل يوم، مشيت يبقى من طريقتها عشان تشهدوا. بس تسيبني النادله زي ما قلت لكم امبارح في اللايف، وتسافر في عز الحوسه اللي انا فيها، اوريكم البهدله اللي انا فيها والله. اوكي، يلا كملي لو سمحت. قلت لك ايه؟ هسافر قد ايه وهاجي؟ يومين ثلاثه. يوم. يلا بقى نكمل بقيه الفيديو مع بعضينا. انا راسي طايره ليه؟ استنوا. حلوه، انا راسي طايره ليه؟ راسي جت. انت عامله كده ليه؟ عشان ابان. يلا ماسكاو ماسكاو ماسكاو. جربيه على ايدي كده اهوت، عشان انا ايدي محتاجه عناية. تتمسكك. حط الحاجه كده بحركات دائريه، ها، مش لايت وكده. لايت وجري هنا لو سمحت. هنجربه كده الاول مع بعضينا. هي كانت الفيديو، طبعا بقيه الفيديو كامل هيبقى على قناه ايمي يا جماعه، على قناه منا سوري، وهنزل في التعليق المثبت اللينك بتاعها عشان لسه ما اشتركش في قناتها. بس انا ايه، حبيت اجلس. كفايه يا ماما، حبيت اجلس ايه وابقى معاها. انا مستحملها عشان هي تعبانه، بس عشان انتي في بيتي. ده بيتي بره. ياخدني عنده. انت يستضيفني عند صاحب البيت، حسب الله ونعم الوكيل. كرشتي من الشقه. عايز تقول ايه يا عم اسماعيل؟ حسب الله ونعم الوكيل. حد عارفه الفيلم ده كان اسمه ايه؟ جاء انا البيان التالي بتاع محمد هنيدي، ما كان طالع مذيع. طب ليه؟ كان كفايه عليا وخلاص، نسيبوا الناس ونروح نغسلوا ايدينا. شفتوا لازم اعتني ببشرتي. انا بحبكم. لازم اعتني ببشرتي. المهم بقى نتكلم. نزلنا النهارده اشترينا كده شويه حاجات، هنجربها معاكم ونقول لكم اذا كنتوا تشتروها ولا ان هي مش قد كده. ايدي والله بيضاء ناصعة البياض وجميلة. حطلك بونيتين. انا مش هشيل الكاميرا، ده احتفال بالكاميرا ان هي اتشالت يعني. استني بقى، ايه يهدى شوية، افتح لنا المروحة. طيب عشان ايه؟ ايدينا تنشف. حاضر. هو احلى حاجة فيه ان هو برونز. يا برونز يا برونز الغالي. تنسوش الاشتراك في القناة وبصمتكم الحلوة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وجديد. بحبكوا كتير. وانا برجع اعمل لهم باي وانا مش هقفل. هو انت ليه حاساكي بتعدي من الممر؟ في حاجة ما رحبتش. عادي كده. فنزل جميل. فنزل جميل. المهم هتسيبي بقى كده شوية لحد ما يشد معاكي او ينشف او اي حاجة تحسي ان في فرق، وهتمسحيها تشطفيه. بس احنا مش هنشطفه، امسحه بمنديل. هو ما لحقش على فكره. لا خلاص، استنى نشوف مكتوب عليه قد ايه. هو المفروض بقى ايه مكتوب عليه؟ محارب للتجاعيد والخطوط الرفيعه وتعزيز الدوره الدمويه في الوش. بس احنا حطيناه على ايدينا. تفعيل انتاج الكولاجين، تبييض البشره زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله ما شاء الله، ما فيش اي نتيجه. ده
بجد وريني. بس في برونز. هو حلاوته ان هو في برونز. بقى عايز العرايس، عايز بقى في البيت بالليل بقى كده هو تدي لمعه. تعملني وحش قوي على فكره. هي منديل يدي لمعه. يلا بقى خليكم مكملين معانا وبقيه الفيديو. لو مسحنا ايدينا هيفضل البرونز ده موجود؟ مش عارف. طب اروح اجرب. جربي كده وتعالي قبل ما انا امسح ايدي. اي حاجه بقى نشتريها هنقول لكم بقى اذا كانت حلوه ولا وحشه، وان انتوا تجربوها ولا لا. ما تستاهلش كده يعني، بدل ما تجيبوا وتتدبسوا هنتدبس احنا. هاي غسلتي ايدك؟ غسلتي؟ لا فيه برضو البرونز. وريني كده. لا فيه. لا فيه. هو الحاجة الحلوة اللي فيه ان هو بيعمل برونز على السهر بقى. لكن هو ما بيعملش اي حاجة تاني. لا بيفتح ولا بيرطب ولا اي حاجة. هرست يعني. جبتي ايه بقى تاني؟ تعالي فرجينا. البتاع ده من الكريم ده من ماي واي اسمه جميلة. المفروض اللي هو كريم بماء الورد للترطيب وتنعيم البشرة شديدة ذات الجفاف. معلم تعالي نجرب كده. برضه؟ برضه كده. مش حطينا ماسك. نرطب. كتير كده. هو مرطب خلي بالك حلو برضه. بجد؟ بس هو يعني ما بيفتحش. استني نجرب. احنا بنجربه بس معاكم الحاجات اللي احنا اشتريناها اللي طلع حلو طلع وحش. اللي طلع حلو هنقول لكم عليه تشتروه، اللي مش حلو طبعا. طب مبدئيا كده هو مش حلو. ريحته مش حلوه مش زي باقي الكريمات تبقى ريحتها احلى من كده. والترتيب بتاعه مش حلو. خالص ريحته مش حلو. مش حلو. مش حلو. مش حلو. كريم فازلين ده ما ينفعش تحط على الوش ولا على الايد ولا قلب. يحطوه على الوش غلط. غلط جدا. لا والله. بيقفل المسام بتاعت البشرة. وبيجمع دهون. بيعمل رؤوس سودا وبيعمل حبوب. لان انت وشك كله دهون ومهما تغسليه الدهون بتفضل ثابته في الوش. تمام. وبيعرق. بيعرق الكريم اللي بيعرق ولا وشك اللي بيعرق؟ وشك اللي بيعرق. ولو نزلتي بيه الشمس هتبقي هيكانولي. لا والله. سودا. ايوه زيوت يا لا ماما. بس هو برضه مفيد جدا. مفيد لكعب الرجل. للكوع. لكعب الرجل. للكعب للرجلين او للكوع. وللكوع للحتت اللي هي فيها جفاف. وللبرضه جامد يعني. لأي يلا مرطب حلو. مرطب حلو للرجل بعد ما تعملي باديكير مانيكير الكلام ده. ما تنسوش بقيه الفيديو على قناه منا واحلى منا معانا. بحبكم كتير كتير. ما تنسوش بصمتكم الحلو وشير معانا للفيديو ودعمكم والاكتساب عليه كل جديد ومتميز مع احلى اصحاب مع بعضينا ان شاء الله. وادعولي كده اهوت بقى نخلص تجهيزات الشقه عشان الدنيا عندي متبهدله. وميرسي كتير لكل الناس اللي بتتابعنا والناس اللي اشتركت عند منا طبعا من عندي ايمي. ميرسي كتير لثقتكم فيا. بحبكم كتير 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 كتير. ودايما يبقى فيه كل جديد ومتنوع سوا احنا الاثنين طول ما هي مشرفاني كده لحد ما تسافر بقى ويشق طريقه مع نفسها. ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو.